صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أبيع كتبا عن طريق الشبكة الأنترنت، وبعد معرفة السعي يحول المشتري إلى حسابي المال، وأحيانا قد أنفذ ما عندي من بعض الكتب فأذهب وأشتري تلك الكتب وأرسلها إلى من اشتراها، فهل فعلي صحيح؟ هذا يحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى ما أدري عن الإنترنت بالتعامل معه وهذه الأمور الشبكات. نعم.